للجميع، كنتمنى للجميع المتابعين او في مكان كنتمنى لكم يوم مبارك سعيد ويوم موفق باذن الله تعالى وبركاته. دائما كما عودناكم اخواني الكرام كنحاولوا اننا نقربكم من الاجواء العامه في مدينه اكادير والضواحي المدينه، فانتم تشوفوا معنا هذه الحاله العامه ديال الاجواء ديال مدينه اكادير بالضبط من ضواحي المدينه. فنحييكم ونقول لكم يومكم مبارك سعيد باذن الله تعالى وبركاته. ايضا الناس اللي فايت زهروا مدينة اكادير يتفاعلوا معنا من خلال التعاليق ديالهم، اللي يكتبوا لنا في التعاليق يعني كيفاش جاتهم هذه المدينة وكيفاش كانت ربما الزيارة ديالهم لمدينة اكادير من خلال يعني التعاليق، من خلال يعني الارتسامات ديالكم. فتحية لجميع المتابعين فيما كانوا سواء داخل المغرب او خارج المغرب، كنحييكم بزاف وكنتمنى انكم دائما تكونوا كتبقاو معنا اوقات ممتعه باذن الله تعالى كثير وبالضبط يعني من ضواحي المدينة. رشيد شوران يقول صحة صحة شكرا لك أخي رشيد، تحية لك تحية أيضا للناس اللي يتابعونا من خلال يعني هذا اللايف اللي كنطلع لكم باش اننا نقربكم من الحالة العامة، نقربكم ايضا من كل ما يجري في شوارع المدينة بالضبط من ضواحي المدينة. تحية للجميع. كاين الناس اللي كيصعب عليهم انهم يستحقوا يعني هذا الاجواء البارده، كاين الناس اللي باقا كتلزم يعني المنازل ديالها وما كيخرجوش مبكرا، فهذا الشيء كله راجع يعني الاجواء البارده. غزان بعمران كتقول صباح الخير، انا من اولاد تيمه، صباح النور اختي غزلان بعمران، تحياتي لك. تحيه ايضا لكاع الناس ديال هو 44 ولاد تيمه سبت القردان، وايضا سيدي موسى الحمري ومختلف المناطق ديال هو وقياده ولاد تيمه، فتحياتي لك. تحيه ايضا للناس ديال تيرودات ومختلف يعني اقاليم جهه سوس ماسه، فكنحييكم وكنتمنى انكم تكونوا بألف خير وعلى خير باذن الله تعالى وبركاته. فانتم كما كتشوفوا هذه الاجواء العامه هنا بشوارع المدينه وبالضبط يعني من الازقه الشعبيه او ايضا من الاحياء الشعبيه ديال مدينه اكادير. فتحيه لكل الناس اللي كيتابعونا دائما بشغف، كيتابعونا بحب، فنحن ايضا نبادلكم نفس الحب ونفس الشغف، ودائما يكون لنا شغف بان نكون معكم من اجلكم ومن اجل ارضاء رغباتكم. فنحن دائما هنا 24 ساعه على 24 ساعه من اجل ان نقربكم من كل صغيره وكبيره وكل ما يجري في
بنا الآن. فكنقول لكم مصبحكم مبروك إن شاء الله يا رب تيسر يا رب. فأيضا الناس يعني اللي يتابعونا من كل يعني البقاع كنقول لكم أسعد الله يعني صباحكم في اليوم والمرحبا. هذه هي منطقة تيكيوين. شكرا لك. كما كتشوفوا يعني المنطقة الشعبية المنطقة والحي المعروف اللي هو حي تيكيوين. فهذا أصعب الحقيقة قررنا يعني باش ندخلوا يعني لبعض الدروب والأزقة باش نقربكم يعني من هذا المنطقة بالتحديد اللي هي منطقة تيكيوين. ربما كاين الناس ديال الجالية المغربية المقيمة بديار المهجر اللي كيتابعونا بكثافة ربما كيحضروا من هذه المنطقة. غادي نحاولوا نقربوهم بعض الذكريات الجميلة خاصة الناس ديال تيكيوين. فتحية خاصة وتحية حب وود لكل ساكنة تيكيوين بطبيعة الحال. فأنتم كما كتشوفوا كنحاولوا أن نقربكم يعني من الأجواء العامة هنا في منطقة تيكيوين بالتحديد يعني من المنطقة اللي هي السايس تيكيوين. فتحية لكل المتتبعين الأوفياء. أسفاري كتقول مدينة جميلة. فتحياتي لك أختي نجاة. تحية كالناس اللي التحقوا بنا الآن من خلال يعني البث المباشر بطبيعة الحال. فهذه هي منطقة تيكيوين ضواحي مدينة أكادير. فالصبح منطقة السايس منطقة عريقة جدا منطقة بناسها الشعبين بناسها لطفاء بناسها يعني كنقربكم أكثر يعني الأجواء الجميلة والأجواء اللي كنتقسموها معكم كل صبيحة بطبيعة الحال. فتحية للجميع وأصبحكم إن شاء الله نلتقي بكم في بث مباشر آخر بإذن الله تعالى وبركاته. تحية خاصة لمصطفى بوزيد. صباح الخير مصطفى وكاع الناس.